بفضل الله تعالى استلمنا الاستمارات، وهذا بغية التحضير لاتخاذ القرار النهائي بعد جمع العدد الكافي من الاستمارات على المستوى الوطني لنأخذ القرار النهائي خلال هذه الفترة المتبقية بإذن الله تعالى. أنا كنت قد صرحت ولا زلت أقول بأنه أنا حاليا في تقريبا 90% مقبل على هذا العرس الجزائري العظيم، شريطة أن تتضح الصورة أكثر، لأنه ما تزال هنالك ضبابية كبيرة جدا تكتنف الوضع. نيتنا هو أن ننقذ البلد وليس لدينا أي نية أخرى، خاصة وأننا مقبلون على نهاية هذه السنة وداخلون في سنة جديدة آمل أن تكون سنة الجزائر الجديدة بإذن الله. ربي يوفقنا جميعا ويحفظ الجزائر، إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه.